السلام عليكم ورحمة الله، ويا هلا وغلا فيكم. صناعة خوخة تحييكم، حياكم الله من جديد في جديد. راح أصلح معاكم رز العزايم، لحم العزايم ورز العزايم. وصفة بسيطة سهلة، ما تحتاج حوسة ولا تكشين ولا شيء. عندنا قطع لحم طازجة متوسطة الحجم مغسولة موية باردة مشطوفة تمام. راح نتبلها بتتبيلة حلوة، وبعد كذا نقصدرها وننساها في الفرن شغال من تحت وفوق حرارة 180 لمدة ساعتين. وأحلى لحم ندي لبيب وطعمه جميل ودايب راح يطلع معاك. يلا مع بعض نبدأ في التتبيلة. للتتبيلة راح نحتاج زيت زيتون، ممكن زيت نباتي لكن أفضل الزيت الزيتون. للتوابل حطيت بابريكا وفلفل أسود وشوية من بهارات ملح الليمون ومصفر طعام، وكذلك ملح وبهارات مشكلة، بهارات مطحونة اللي أنا مثبتتها معاكم في الملف التعريفي. وبعدها زيت الزيتون، وراح نخلط اللحم تمام يتسبك مع التتبيلة وخلاص. ممكن نغطيه بورق زبدة وبعدين نحط ورق السلوفان ورق القسطير على الطاوة. راح نخلط اللحم تمام، نفركه بالتوابل عشان تدخل التتبيلة في جميع أجزاء قطع اللحم. راح نخلط اللحم تمام، نفركه بالتوابل عشان تدخل التتبيلة في جميع أجزاء قطع اللحم. جهزنا رز أبيض، حطيت موية وملح بهارات بيضة وزيت وفلفل حار. الرز بسمتي مقوع ومغسل، وارتفاع الموية تقريبا 1 سنتي. شايفين كيف الموية تغطي الرز بس ما تغمره مرة، يعني ما يكون مرة، بحيث الملعقة توقف. خلاص الحين يفور، يطبخ كذا 5 دقائق نار عالية بعدين نوطي النار. راح نجهز حمسة لوجه الرز. بنجهز الحشوة اللي راح نحطها على وجه الرز. عندي بصل شرايح وجزر، وعندي بقدونس وكزبرة مفرومات، وعندي زرشة ممكن تستخدمون زبيب حسب رغبتكم، وبهارات مشكلة وملح. وبنحط شوية يا زعفران يا بودرة الزعفران، وإذا حابين موية ورد من المنكهات عادي، ما أنتوا رغبانين مو مشكلة. طاوة ننزل الزيت، ننزل الخضار، نضيف ملح عشان تذبل الخضار بسرعة، نار عالية لحد ما تذبل. هنا الحمسة تحمر، الجزر والبصل تشوح تمام. راح نضيف البهارات، بنضيف الزرشك وبنضيف مصفر الطعام. رشة خفيفة من الزعفران، بودرة الزعفران، نضيف الزرشك. حلو يعطي حموضة، ممكن نستخدم بديله الزبيب، صنوبر، كاجو، اللي رغبانين. ما يطول عشان ما يحترق معانا. شايفين كيف لون الحمسة لذيذة؟ نحط عليها شوي ورق خيار ونطفي النار. خلاص جاهزة. الحمسة اللذيذة جاهزة. راح اخذ ملعقة من الحمسة واضيفها على وجه الرز، نكه في الرز تعطي لون. بنشيله قبل التقديم بس تعطي لون للرز، نكهة حلوة. والباقي نخليه للتزيين. بنحط الله قطرات من موية الورد، موية الكادي او موية الورد، انا بحط موية الكادي، حاجة خفيفة. هذه الخطوة اختيارية، نبخر الرز وخلاص نحمر اللحم لوقت التقديم.
هنا عندي اللحم طلعته بعد ما مر عليه تقريبا ساعتين، شايفين كيف ما شاء الله مستوي. بس بعد برجع بفك القصدير وارجعه ياخذ تحميره، شايفين كيف ما شاء الله ترى دايب اللحم. هنا طلعت لحماتنا من الفرن متحمره ومتقمره تفتح النفس، شايفين كيف ما شاء الله لو توصل الريحه بس ما شاء الله تبارك الله. حنصفيها من الزيت اللي طلع ونزل من اللحم، طبعا اللحم ناضج بدون مويه ولا شيء على البخار وخلاص تحمر. راح نصفه على الرز مع الحشوه وبالعافيه. هنا الرز ما شاء الله جاهز، راح نقلب الحشوه شوي ونبدا نغرف الرز. نحط اللي بقى من الحشو